ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد؟ نعم، الأخبار الاقتصادية مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك رغدة، شكرا لك هبة. وأخبار الاقتصاد محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض. وأكد المركز استقرار أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية مع توافر مخزون استراتيجي، كما توجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021. وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14%، حيث وصلت ل 3,280,000,000 دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3,810,000,000 دولار لنفس الشهر من عام 2019. كما انخفضت قيمة الواردات ل 40,000,000 دولار خلال ديسمبر الماضي، مقابل 6,580,000,000 دولار لنفس الشهر من العام السابق. أكدت الحكومة خلال افتتاحية أعمال منتدى غاز شرق المتوسط أن المنتدى يمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة. وقال وزير البترول طارق الملا إن المنتدى يهدف إلى العمل على تحقيق الفائدة المرجوة منه لكل دول المنتدى لتحقيق سوق مستدام للغاز وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي. تبدأ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها 20 عاماً، فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي. ونظراً لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، فقد تم التوافق على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح الحد الأقصى للسن المتقدم 60 عاماً بدلاً من 55 عاماً. هذا وتتحمل الدولة 1,700,000,000 جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250,000 سيارة متقادمة في 7 محافظات. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستين بريجر مستشارة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون وتعزيز الفرص التجارية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم الفني الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن الهيئة تتطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت التعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 691,361,000,000 جنيه. ونتحول لعرض مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 11,337 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 2,219 نقطة. وامتدت التراجعات لمؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان ليهبط بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3,231 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وسجل اليورو 18.64 جنيه للشراء و 18.80 جنيه للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21.72 جنيه للشراء و 21.91 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع. أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي
أن العلاقات التجارية بين المملكة وماليزيا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية نتيجة حرص البلدين على عقد شراكات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين، مؤكداً أن المملكة حريصة على جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية 2030. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى رغدة وهبة، إليكما. شكرا لك دينا.